هو الاقتصاد المصري رايح على فين؟ وهل في تحسن قادم ولا الامور هتسوء اكتر في الشهور اللي جايه؟ ويا ترى التقارير الدوليه الكتيره اللي طلعت وبتتكلم عن مستقبل الاقتصاد والاستثمار في مصر بتقول ايه؟ وايه موقف صندوق النقد من تقارير البنوك العالميه واللي قالته وكاله التصنيف الائتماني مودز؟ وقالوا ايه على التعويم والتضخم والنمو المتوقع؟ خليكم معانا لاخر التقرير علشان نعرف الايام اللي جايه فيها ايه. بانكير نبض البنوك. في البداية علشان نلخص كل اللي صدر عن المؤسسات المالية والائتمانية الدولية، فالتقارير العالمية كلها بتتكلم عن مستقبل الجنيه أو العملة المصرية والحاجة لتعويم من جديد من عدمه، وعن تصنيف مصر الائتماني الجديد، وكمان برنامج الطروحات الحكومية والديون والتضخم والارتفاع والأسعار ونقص الدولار وفجوة العملة وجهود الحكومة المصرية في مواجهة التحديات وقدرتها على حسم الملفات الصعبة في الكام شهر اللي باقيين من 2023 ومستقبل مراجعة صندوق النقد الدولي للقرض المصري. وخلينا نأكد برضو ان كل التقارير دي بتتكلم في توقعات وأرقام خلال الفترة اللي جاية، ويفضل كله مرهون بقدرة الحكومة أو الدولة في تغيير المعادلة في سوق الصرف ونسب التضخم وكمان حسم ملف الطروحات ومواجهة الأعباء الطارئة على ميزان المدفوعات زي ارتفاع تكاليف وضغوط الطاقة على تعميق أزمة الدولار. نرجع للتقارير الدولية وكلها دارت حوالين الملفات الساخنة أمام الحكومة المصرية، ومنها تسارع معدلة التضخم في مصر لمستوى قياسي آخر بالتزامن مع ارتفاع جديد في تكاليف الغذاء، وقالت إن ده تسبب في زيادة الضغط على الاقتصاد اللي بيعاني أساساً من أزمة نقص العملات الأجنبية، والضغوط الجديدة بتتزامن مع مواصلة وكالة مودز للتصنيف الائتماني مراجعة بيانات برنامج الإصلاح الاقتصادي والتطورات الأخيرة في سوق الصرف لمصر، وكمان مع تحول في وجهة نظر للسلبية من مصرف سيتي جروب الأمريكي بخصوص السندات المصرية. خلينا نقول لحضراتكم إن أشارت التقارير لارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع في المناطق الحضرية من البلاد 36.5% سنوياً في يوليو، ارتفاع من 35.7% في الشهر السابق وفق أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، وعلى أساس شهري بلغ التضخم 1.9% مقارنة ب 2.1% في يونيو، وهي المعدلات اللي جت أعلى من المعدلات بعد أزمة العملة لسنة 2016 مدفوعة بزيادة وصلت 68.4% في تكاليف الأغذية والمشروبات، وهو أكبر عنصر منفرد في سلة التضخم. يعني التقارير بتأكد أن السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم هي ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات نتيجة نقص الدولار في مصر، لكن الصورة مش سودة للدرجة اللي تحبط، وده اللي قاله البنك الأمريكي جولدن مان ساكس، واللي أكد أن معدلات التضخم هتشهد انخفاض حاد بداية من 2024، وأمكن دي الحاجة الوحيدة اللي تفرح في التقارير الدولية اللي صدرت بخصوص مصر في الساعات الأخيرة، وده اللي بيتوافق مع اللي أعلنه البنك المركزي المصري أن معدلات التضخم وارتفاع الأسعار هتنزل لمعدلات مستهدفة. كمان خبراء بنك جولدن مان ساكس قالوا حاجة مهمة جدا وتنعش التفاؤل عن المستقبل عن تقريرهم في الاقتصاد المصري، وشايفين ان مؤشر اسعار المستهلكين الرئيسي مش هيوصل لذروته حتى اواخر 2023 ومش هيكون في زيادة كبيرة لمدة طويلة. كمان توقع جولدن مان ساكس ان البنك المركزي مش هيستمر في سياسته النقدية المتشددة، يعني مش هيرفع الفايدة في الاجتماع اللي جاي، والبنك شايف ان الخطر الرئيسي قدام الحكومة المصرية هو احتمال حدوث ضعف اعمق في الجنيه، وان نقص الطاقة المحلية شكل تهديد كمان جديد للعملة المحلية لان الطلب زاد على النقد الاجنبي بسبب الواردات الاضافية للوقود المستورد، وكمان البنك في نفس الوقت استبعد اي انخفاض في قيمة الجنيه في السوق الرسمية، لكن تفضل السوق السوداء للدولار خطر وتحدي كبير امام الحكومة المصرية. بعد تقارير البنوك العالمية نيجي لرؤية وكالة مودز العالمية اللي قررت وضع الاقتصاد المصري تحت المراجعة لمدة 3 شهور جايين، وقالت الوكالة انها بتزن وتقيم اجندة الاصلاح الحكومية مقابل مؤشرات تدل على تزايد ضعف سيولة النقد الاجنبي في مصر، واضاف كمان بيان مودز الاخير ان استمرار نقص سيولة النقد الاجنبي في مصر
رغم تحسن فجوة الحساب الجاري وتأثير شروط صفقات التبادل التجاري الجديدة على قطاعي الغذاء والطاقة، بالفعل بيعزز احتمال خفض قيمة الجنيه في السوق الرسمية، يعني هنوصل في نهاية للتعويم حسب مودز، وده معناه برضو زيادة التضخم وارتفاع تكاليف الاقتراض ونسبة الدين الحكومي العام إلى مستويات أكثر قرباً من مستوى تصنيف أقل، وضغط مطالب الديون في 2024 و2025، وده رغم قدرة الحكومة الواضحة على زيادة الإيرادات والتفوق على أهداف الفائض المالي الأساسي. بنفكر حضراتكم إن وكالة مودز قبل 3 شهور بس خفضت تصنيف الائتماني المصري عند مستوى B3، واللي بتقل بست درجات عن تصنيف الدرجة الاستثمارية، وهي نفس الدرجة اللي حصلت عليها أنجولا وتركيا ونيكاراجو. ودلوقتي الوكالة الدولية بتراجع وتوازن بين التقدم في برنامج الخصخصة الحكومية وأجندة الإصلاح المالي والهيكلي من جانب مقابل مؤشرات تزايد ضعف تدفقات النقد الأجنبي من خلال سحب الأصول الأجنبية الصافية للبنوك التجارية على نطاق بيتجاوز مبيعات الأصول. بنك سيتي جروب من ناحيته غير وجهة نظره المتفائلة بخصوص السندات المصرية. بسبب ايه؟ بسبب مخاوف التقدم البطيء للدولة في بيع الأصول المملوكة ليها. وبخصوص صندوق النقد الدولي ورؤيته اللي جاية في مصر، فقال انه بينتظر رؤية صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليار دولار. خلاصة تقارير البنوك ومودز والصندوق بتقول ان المخاطر الذاتية لسه مرتفعة في مصر، وكمان لمحوا لاحتمال تأجيل اتفاق صندوق النقد الدولي مع تباطؤ ملف الطروحات الحكومية، وان الازمة تفضل محصورة في نقص الدولار وقدرة الدولة وسرعتها في توفير العملة الامريكية خلال الايام اللي جاية، واللي هتحسم ملف القرض وكمان بيع الاصول ومعدلات التضخم وتصنيف الائتماني، وبكده الحكومة المصرية تقدر تقفل الملفات. كنت معاكم من بنكير، انا عبد المنعم ابراهيم، تقبلوا خالص تحياتي والى اللقاء. بنكير، نبض البنوك.